على 10 سنوات الديمقراطية لن يذهب هدرا فايزا حتى نختم. لن يذهب هباء. نعم. في الحقيقة ما ديش باش نغطيو عين الشمس بالغربال، لابد أن نقول ونعترف وإحنا عايشين أزمة حقيقية، حتى لو كان النظام يحاول يغطيها ويحاول يبين لنا أنه العكس ويحاول معناها يغطي على حقيقة الوضع، إحنا عايشين أزمة هيكلية، أزمة إنتاج، أزمة ميزان تجاري، أزمة ميزان دفعات، أزمة في قيمة الدينار في مخزوننا من العملة الصعبة، أزمة أصلا في توفير السيولة، إلى جانب الأزمة الكبيرة في الترقيم السيادي، واليوم طبعا نتيجة أزمة نفاذ مخزون مواد استهلاكية الضرورية، واللي قاعدين نشوف فيه اليوم عملية رفع دعم مقنع، وهذه يلزم نعرفوها ويلزم التوانسة يفهموها. وقت الزيت اللي كنا نشريو فيه ب 900 و 12 100، والله ما نعرفش انا عادي ب 900 ممكن راهو زاد شويه بعد الامل، اكيد انه ماهوش ب 9000 معناها الاكيد انه فقط نعم حسين، انا فئات الشعبيه انا بروليتاريا، 900 هو زيت السانجو، اما قبل على الاقل عام التالي الزيت نتاع النباتي الاخر خليته تقريبا في 23000 الخمسة لترات، توا صبح في 40 واش مش 23 لما حالة كان ب 17 ب 18 يتراوح في الخمسة يترات هذوما، المفيد اليوم لتر ب 9000 ماهوش لقطانية كما تحكي أنت، لا زيت نباتي عادي ماهوش لقطانية، 9000 لتر المفيد، غياب غياب المواد وما زالت الحليب باش يزيد وكل شيء المواد هذه باش تزيد، ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغرب، ما نجموش نقولوا احنا رانا قاعد يصير عمليه رفع استهلاك مقنع، لانه الدوله باش تغطي على الازمه هذه الكل اللي قلتها لك الهيكليه وازمه الانتاج وكذا وكذا مزيد تجاري والدفعات وغياب السيوله والمخزون بتاع العمله الصعبه باش تغطي على هذا الكل، لابد انها ترضي صندوق النقد الدولي اللي قاعده تعمل فيه هو عمليه ارضاء صندوق النقد الدولي. جيت باش نوضح لك حاجه، في وكالة فيتش رايتنج اللي هي وكالة التصنيف في آخر تقرير لها أكدت أنه توقيع تونس لاتفاق زيادة الأجور اللي عملته معناها تقريبا قرب حصولها على قرض صندوق النقد الدولي، وراوا 3% كما يحكوا راوا بحسبة بسيطة معناها مع نسبة التضخم اللي ب 10% معناها اللي كان ياخذ 1,500,000 سيبوزون معناها شهريته راهو نقصت له تقريبا 100 دينار نقصت معناها بالزياده معناها حكايه فارغه، معناها زاد الشهريه نقصت الى حدود 1,400 مع الزياده نتاع 3% اللي يحكي فيها، دونك الوكاله هذه اكدت ان القاعده ماشيه في تونس تو مع زياده نسبه التضخم تخلص من معناها تخلص من شهريه التونسي، خففت الزياده في الاجور، خففت من كتله التحكم معناها سهلت التحكم في عمليه الاجور للسنوات القادمه، هذا الكل راهو باش يعاونها على نعم الحصول على قرض صندوق الدولي معناها النقد الدولي، حجم الدعم راهو معناها قاعد يفسر من خلال فقدان المواد الاساسيه من الاسواق، اقتصاد الندره اللي تشجعوا عليه باش نرفعوا دعم على المواد الاساسيه، دونك هذا الكل انخفاض بشكل ملحوظ في 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 كتله الكفور. الحل الوحيد لهذه السلطه في ظل كل هذا هو في كتله الكفور، دونك رفع الدعم اونكور، رفع الدعم اونكور هذا لازم يفهموه التوانسه الكل، احنا قاعدين قاعده النظام تو قاعد يطبق بحذافيره في اشتراطات صندوق النقد الدولي اللي باش يكون على حساب التوانسه على جميع النواحي، نعم. غلاء المعيشه بشكل كبير، القفه معناها باش تطلع بشكل كبير وباش تفرق توا باش تولي القفه فارغه بالحق، مش قفه خالتي مبارك منين الفلفل في ديسمبر ب 3000 متغشين ونبكوا على قفه خالتي مبارك، لا لا قفه خالتي مبارك توا باش تولي فارغه، توا باش تولي فارغه ان شاء الله التوانسه قوتوا في جويليه ب 3000 وفي مايو وفي جوان 7000 وقتها توا باش تولي فارغه، وقت الماء ما عادش ووقت الزيادات معناها شاهقه في كل شيء توا قفه خالتي باركه باش نبكيو عليها باش تولي ما فماش للاسف الشديد فايزه النقد الدولي الوضع لن يكون وردي وماهوش باش يغطي عليه لا اعتقالات سياسيه ولا فبركه ملفات ولا قضايا ولا لا الوضع
الاجتماعي اصبح اعقد واصعب واخطر من انه نجمو نغطيه عليه. للاسف الشديد هو ممكن الجمعة في النهاية شهرين شهرين لكن مش فوق نعم شهور معناه مش وهذا للأسف الشديد لأنه المواطن هو اللي يدفع الضريبة في النهاية. إذا كان السلطة تحاول تغطي على ضعفها بهذا في النهاية يرى المواطن هو الذي يدفع الضريبة. شكرا دكتور شكري خميرة أستاذ العلوم السياسية. شكرا فايزة ناصر الصحفية المتخصصة في الشأن السياسي. فقط قبل أن نختم تدوينة أخيرة منذ قليل لدنيا العكاري، هي زوجة نائب راشد الخياري، تقول أنها زارتها اليوم هي ووالده، تفاجئوا به وقد عاد للتو من المستشفى بعد ليلة قضاها هناك لأوجاع شديدة بالكلى، ثم على إثرها تدخل سريع لأعوان السجون بمناغية الذين أسعفوه مشكورين ليخضع لتدخل طبي سريع ليقضي ليلته بالمستشفى ويعود من الغد إلى السجن لزيارتنا. نسأل الله السلامة. هذا معارض سياسي، هذا الوضع الصحي كيفاش يعاني فيه.